صورة ذكرى أليمة للفتى محمد الحسن ابن درعة، ذكرى عاشها أخوته وخاله معه في رحلة اللجوء من مقدونيا باتجاه الحلم الأوروبي. عدة رصاصات استقرت في جسد محمد وهو يحاول عبور حدود مقدونيا، فطرق الهروب برا لا تقل خطورة عنها في البحر. مرينا من مقدونيا ما حسينا من اطلاق النار ولا اطلاق النار ولا طرقوا مخزن ولا اجى بالولد وبالسيارة ما حسيت الولد ولا عم يصيح لي خالي انا صوبت لمست رجليه دغري طلعت على رجليه قلت له الحمد لله ما بك شيء هون برجليك يعني مشان ما بيخاف ما بصير عنده رعب. ايوه عاد هنا هذا السيارة كنه شحط فرام قلبت السيارة هنا ثلاث قلبات. علاج سيء ومعاملة تفتقر لأدنى مقومات الإنسانية هي كل ما تلقاه محمد في مستشفيات مقدونيا بعد إصابته. يعني أخونا تقيتنا تركناه يعني يمشي على رجليه وصحته عليه يعني لاقاه يعني وزن خاس النص وما بيقدر يحرك رجليه لأنه الطرقة جاية بالعمود الفقري ومو مطلع له إياها كمان. كان يقولون ما كنا نحكي مع دكاترة يقول طالع الطرقة، بعد ما اكتشفنا إنه الطرقة على ظهر وشظايا الطرقة موجودة بين العصب. يعني إذا الطرق قال طلعنا الطرقة راح ينشل، قال مشان هيك اضطرينا نخليها. أما الطرقة اللي برجله كان شاف رجله فايتة من هون طالع من الجهة الثانية وبإيده كمان الطرقة جاية. صورة قاتمة لوضع اللاجئين في مخيم غازي أبابا في مقدونيا أو مركز التوقيف كما يسميه البعض، يتحدث عنها خال محمد الذي وصل مؤخرا إلى النمسا. رحنا على الفاميلي في السجن فاميلي حاطينه بحدينا. أنا كنت أنا أروح وأطلع على السجن، طلعت على الفاميلي طلعت الأطفال صغار كلها محطوطة بالسجن تاني، والنسوان في مرة مريضة ومعها جلطة بدماغها انه زيتين هزت. يعني ما فيش علاجات ما فيش يعني مضايق على اللاجئين كاملة. محمد ابن 15 عاما لم نتمكن من مقابلته، وذلك لتلقيه العلاج في مستشفيات النمسا التي وصلها بعد فترة من إصابته. ويبقى السؤال مفتوحا عن حال آلاف سلكوا طرقا للجوء ما زالت مفتوحة على مخاطر قد تعيدهم إلى المربع الأول.